طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر التطورات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. في البداية نذكر المشاهدين الأعزاء بتردد قناة الرافدين الجديد، وهو كما نشاهده على الشاشة 1.0727 والاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايل سات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. التردد الجديد هو 10727 والاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايل سات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نعم، اليوم خلونا نبدأ بموضوع المفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، حيث أدرجت المفوضية الأوروبية العراق إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المفوضية الأوروبية قالت بأن تلك الدول تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد الأوروبي، وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. من جانبها، وزارة الخارجية في العراق دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض إدراج العراق في قائمة أوروبية سوداء بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. المتحدث باسم الوزارة، وزارة الخارجية في العراق، أحمد الصحاف، قال في بيان بأن وزير الخارجية فؤاد حسين بعث رسالة إلى نظرائه الأوروبيين حثهم فيها على رفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف الصحاف بأن وزير الخارجية أكد لنظرائه في الرسالة التي بعثها لهم بأن العراق نفذ على مر السنين، كما قال، قوانين وإجراءات مهمة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخفيف المخاطر المرتبطة بها. طبعا المفوضية الأوروبية كما أشرنا في البداية أدرجت العراق إلى جانب دول أخرى كأفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت المفوضية بأن تلك الدول تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد، وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. يعني هذا قصور وفشل آخر يضاف إلى الحكومات المتعاقبة في العراق بأن يضاف العراق على القائمة السوداء في الاتحاد الأوروبي بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يعني إحنا الجماعة ما شاء الله العراق في مؤشرات الفساد والفشل من أولى الدول على مستوى العالم، والمخدرات كذلك. اليوم جت هاي الشغلة حتى يعني ما أدري شو أقول، تكمل على يعني سلسلة الفشل الموجود في العراق منذ 17 سنة. يعني تدرون أن الاقتصاد العراقي يعاني ما يعاني، واليوم الجماعة يريدون يأخذون ديون إن كان من البنك الدولي أو من الدول الأخرى، وهذه النقاط تضعف موقف العراق بأخذ يعني على الأقل أخذ ديون من إن كان من الاتحاد الأوروبي أو من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي أو من الدول الأخرى. هذه كلها نقاط تضعف العراق بسبب هيمنة الميليشيات، بسبب
جعل مصلحة إيران قبل مصلحة العراق. موضوع غسيل الأموال مو جديد بالعراق لتمويل ميليشيات كميليشيا حزب الله في لبنان واللي إلها فرع في العراق والمرتبطة مباشرة بالولي الفقيه. هذه كلها نقاط تضعف موقف العراق الدولي. وإحنا نشوف بين فترة وأخرى إما مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تطلع قائمة بشخصيات مدرجة على لائحة الإرهاب من ضمنهم سياسيين وشخصيات وزعامات في العراق، وكذلك مثل ما شفنا اليوم وضع العراق على اللائحة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي من ضمن عدد من الدول، طبعا من ضمنها إيران وأفغانستان وباكستان واليمن وكوريا الشمالية. هذا يضعف موقف العراق على الجانب الإقليمي والدولي كذلك. وإحنا اقتصادنا تعبان وما يمر به العراق من ظروف صعبة، خاصة مع فيروس كورونا وسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة في العراق. اليوم كذلك يعني موضوع جميل الشمري، يعني اليوم إعلان المتحدث باسم القائد العام للقوات الحكومية العميد يحيى رسول يعني شكل عن إحالة الفريق الركن جميل الشمري المتهم بارتكاب مجزرة بحق متظاهري الناصرية إلى آمرة، تم نقله إلى آمرة وزارة الدفاع، شكل صدمة للرأي العام العراقي. اسم جميل الشمري جاء ضمن أسماء عدة من ضباط ومراتب في وزارة الدفاع جرى تغيير مواقعهم ومناصبهم دون كشف الأسباب. اللافت بأن نقل الشمري إلى الآمرة جاء بعد أسابيع قليلة على صدور مذكرة قبض بحقه من محكمة استئناف ذي قار على خلفية تورطه في المجزرة التي ارتكبت بحق متظاهري مدينة الناصرية والتي أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وكان النائب الأول لمحافظة ذي قار حازم جبار قد أكد بأن تنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحق الشمري تتطلب موافقة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. طبعا الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة تطالب بمحاكمة الشمري وتندد بإحالته إلى آمرة وزارة الدفاع وإفلاته من العقاب رغم وجود الأدلة التي تثبت مشاركته في قتل متظاهري ثورة تشرين في الناصرية. معنا اتصال أبو علي من الموصل، تفضل أبو علي. نعم أبو علي. نعم تفضل أبو علي. إذا التلفزيون عندك معلي نصي الله يخليك، نصي الأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أسمعك أبو علي تفضل. عندي اللي اعتقل 15/3/2018. ايه والله جاي مخبر ما اعرف جاي مخبر لي عنده شاله وهو كان يلعب الصوم جاي على العصر على البيت. هو شاله وما اعرف لا حد الان ما اعرف عنه كل شيء. من اللي اعتقله ابو علي؟ من اعتقله؟ اعتقلوا ما اعرف جاي بكم بعد يقولون استخبارات ما اعرف شنو. ومن مره المخبر السري حلف على يمين وكان في عيار معها. هسه وين هسه ابنك؟ ابنك وين هسه؟ ايه القاضي حكم عليه شيء؟ ايه والله حكم 15 سنة. ايش قد عمره ابنك؟ 96 مواليد. مواليد 96. يعني أيوة. يعني من اعتقله ايش قد كان عمره؟ 22؟ ايه تقريبا 20. طالب هو شنو؟ لا والله مو طالب، عامل كافي. نعم. كان يلعب طوبة واعتقله. اي والله يلعب طوبة وجا العصر على الجيشين وجانا كم عدد. نعم. ما استأنفت القضية؟ ما استأنفت القضية، قالوا مخبر لي حالف على اليمين.
نعم. ايوه مشيت له التعليم وكذا. الله يعينكم، الله يعينكم، والله يفرج، يفرج عن كل مريض. ابو علي من الموصل كان معنا. ابو زينب من النجف، تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. هو بالحقيقه يعني الوضع جاي يصير من سيء الى أسوأ. مطلوب اكو عده فئات وعده جهات تمتلك المال وتمتلك السلاح. هذا مو نظام دوله، هذا نظام مافيات. المفروض كلها ان تتوحد تحت رايه واحده، راية القائد العام للقوات المسلحة. وهذول كلهم ينخرطون مع أسلحتهم إما بالجيش وإما بالشرطة أو الطرفين وبقية المناطق الأمنية أو الجهات الأمنية. أما كل حزب بما لديهم فرحون، ما يصير هذا. ثانيا، إذا كانت الحكومة يعني غير قادرة على ضبط الأمن بالبلد، عليها ان تستعين بجامعه الدول العربيه وتخلي فد يعني قوه مشتركه منتخبه من بعض الدول وتحرس المكان او تحرس المناطق العراق تشارك فيه. نعم. الى ان يتوقف الامن. يعني هذه السياسه ما كانت موجوده متبعه سابقا في الدول، يعني من تتعرض دوله عربيه، مو كل الدول الاخرى تجيها. من صار اعتداء على الكويت، من صار اعتداء على الاردن، من صار اعتداء على مصر. تجي دول منتقبة من الدول العربية بقوات نظامية وتعزز الأمن. زين، أنت أشرت إلى نقطة مهمة أبو علي بن أبو زينب العفو. موضوع القائد العام للقوات المسلحة، ليش ما يسيطر القائد العام للقوات المسلحة إذا كانت هذه الميليشيات تحت أمرة أو إمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء؟ يا ابو زينب، والله هو بالحقيقه يعني شوف، هو ما عندنا شيء اسمه قائد عام للقوات المسلحه. وبعدين هاي الامور لازم تكون منوطه برجل عسكري يعني عنده خبره، يكون برتبه لواء او رتبه فريق او فريق ركن. زين، ويفضل ان يكون من الاركان، لان الاركان هي اركان الحرب، سواء كانت مع دولة أخرى أو داخلية. أما تجيب لك شخص مدني كان صحفي والله صار رئيس وزراء، يعني يكون هو القائد العام للقوات المسلحة أو خريج دار القصور مثل عادل عبد المهدي أو ذاك اللي قبله ما أدري منه حيدر العبادي، وهاي ما عنده خبرة عسكرية. زين، إذا يعني كان لواء حادم في إدارة لواء سابق بالجيش، نعم، يقدر يقود الجيش حتى لو كان جندي، لأن داخل حروب ومتدرب لما جزعان. لأنه متدرب على أنواع الأسلحة والكمائن وغيرها. هذا تجيب لك رجل مدني يسمي قائد عام القوات المسلحة، ما يصير. ما يصير رجل مدني. خليه هو بمركز الاعتبار هذا رئيس وزراء، وانتخب واحد قائد يعني رجل عسكري حقيقي، أخليه قائد عام القوات المسلحة. وأجيب رجل عسكري حقيقي أخليه وزير الدفاع، مو جايب لي مدني. زين أبو زينب، أبو زينب، نعم، إذا تسمح لي أبو زينب، إذا هي الميليشيات والأحزاب هي من ترشح وتنصب رئيس الوزراء اللي هو القائد العام للقوات المسلحة، إذا كان هو عسكري أو غير عسكري، إيش راح يقدر يسوي؟ يعني يقدرون ذولا مثل ما خلوه بهذا المنصب يقدرون يوخروه، يشيلون من هذا المنصب؟ لا، هي القضية أولا راح تختلف. يعني إذا كان قائد ويتمتع يعني بالخبرة والرتبة والدربة. ثانيا، أنه المنصوص عليه بالدستور أن وزارتي الداخلية والدفاع يجب أن يكونوا من غير المنتمين للأحزاب، يعني ولاهم يكون المطلق فقط للبلد وحماية البلد وتوطيد الأمن بالبلد. أما هو يكون بمنصب اعتباري، لكن أن يتدخل بقضايا عسكرية. يعني لو تقول له مثلا شنو الفرق بين الهجوم والدفاع، ما يعرف. شنو الفرق بين الكمين الثابت والكمين المتحرك، ما يعرف. يعني احنا كانوا داخلين بالجيش قبل وداخلين حروب، هاي والله اقدر اقود البلد عسكريا افضل من اي واحد. ما تجيب لي هذا مدني صحفي وصاير لي عسكري، ما يصير. قائد عام
ما يصير، هي مو مساله نظام ديمقراطي ان احنا نلغي الرتب ونلغي الخبرات، يعني هذولك على شنو متخرجين وتعبانين وعندهم هاي الرتب العاليه؟ نعم يعني فقط مركز وراتب وهاي هي. وشكرا. انا اشكرك ابو زينب من النجف كان معنا. ابو علي من بغداد، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخوي؟ يا هلا بك، اهلا وسهلا بك. والله والله العظيم انا اقول هاي دولتنا الا هي دوله، وصدق دوله خلي ترجع بيتين من هالجرف الصخر. بيتين ايش قد قوتها وايش قد عندها جيش وايش قد عندها شو اسمه، خلي ترجع بيتين من جرف الصخر. اي شو تقول انت، تقدر ترجع لها بيتين؟ والله صار لهم السنين ما يقدرون حتى يوصلوا لها. ما يقدرون يوصلوا. انا من غادي رضعي واصدقائي وعمامي ثق بالله ونعرف شنو موجود بالمدارس ونعرف شنو موجود بالمستوصفات كانت غادي وبالبيوت وكل شيء ندري به. فين الدوله هسه عظميين غيره وغيره وغيره يقول انا اروح بجرس صفر واروح البيت. نعم. وشكرا يعني. انا اشكرك يعني، انا اشكرك. ابو الحسن من بغداد، تفضل ابو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا هلا بك. شلونك اخوي عمر؟ احييك واحيي قناتكم التي تنقل الحلقات وما يجرى على ساحه العراق. اهلا وسهلا بك. بالنسبه للرئيس وزراء او ما يسمى رئيس وزراء حكومه المنطقه الخضراء. نعم. الو. وياك. طبعا يأتمر بأمر إيران، ورغم أنه علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية، بس يشتغل الزواجي وأيضا بمرة إيران بسبب الميليشيات اللي يقودها إيران والسفير الإيراني في بغداد. لأنه يقول السفير الإيراني إلى تصريح يقول الحشد الشعبي هو يمثل القوة الإيرانية الضاربة في العراق. إذن هنا ماكو سيادة العراق ولا قائد عام، ونعرف أنه هم يتكلمون على الحشد الشعبي. الشعبي الحشد الشعبي هو على أساس جزء من المنظومة الأمنية، ولكن الحشد الشعبي هو ليس جزء من المنظومة الأمنية، بدليل أنه لا تعتبر بأوامر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وإنما تحرك من السفارة الإيرانية في بغداد وعن طريق السفير الإيراني في بغداد. وهذه العملية أيضا عدم وجود قوات أمنية موالية إلى العراق أو قوات أمنية وطنية، إنه على رئيس الوزراء باعتباره هو القائد العام، لو كان فعلا انه يريد يقود العراق على بر الامان لكان اعتقل هؤلاء اللي طوقوا مقر مكافحه الارهاب في المنطقه الخضراء، بالاضافه الى هذا عدم اطلاق سراح اللي كانوا ينصبون الصواريخ في منطقه الدوره لكي يضربون مؤسسات حكوميه ومواقع ايضا اهليه. بالتالي ايضا اخي العزيز عمار، نعم احنا نقول انه لو المناطق الغربيه لكانت منصات تتوجه بهالشكل كان سموها ارهاب، وكان محو المنطقه اللي ينطلق منها صاروخ بالطيران بالمدفعيه بالصواريخ كان ابادوها اباده كامله. فهذه لانه ارتباطها بايران، فالنظام الإيراني هو سد منيع لما يتخذ رئيس وزراء ضد الميليشيات اللي يقودها إيران، وبالتالي القضاء العراقي أيضا قضاء مسيد، دليل أنه أطلق سراح 13 واحد من المجرمين من الميليشيات اللي قاتلين ويقاتلون أيضا العراقيين ويطلقون صواريخ على المناطق المدنية. فهذا هذا الاجراء احنا نعرفه من بعد الاحتلال 2003 ولحد الان، ماكو نظام وطني او حكومه وطني، وانما هي ارتباطات مباشره بالخارج سواء بالولايات المتحده الامريكيه او بايران. فهذا الجانب. الجانب الثاني على القوى الوطنيه او على طوار ساحات الاعتصامات ايضا يضغطون في سبيل اسقاط هذا النظام الفاسد
العميل الى ايران والى امريكا، لانه ما جاء بشيء للكاظمي او غير شيء. يعتقل بعد هاي العمليه مال دوره، يفترض عليه ان يعتقل كل قادات الميليشيات من قيس الخزعلي وهادي العامري وايضا حامد الجزائري وهذا عماد الكعبي، هذول هم اساس الفوضى في العراق. واذا بقت هاي العمليه ما تكون قائمه العراق ولا يستقر الوضع في العراق. نعم. هؤلاء هم موجودين على الساحه العراقيه ويطولون ويجولون في سيارات الدوله وايضا في اسلحه الدوله. نعم ابو حسن. انا اشكرك ابو الحسن من بغداد كان معنا. حميد من سامراء، تفضل حميد. السلام عليكم. شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك؟ يا هلا. استاذ احنا نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نطالب نعم السيد مصطفى الكاظمي باخراج المعتقلين. احنا عندنا اخويا معتقل اسبوع وهو مجهول من مدينه سامراء، ونطالب بالعفو العام. منو اللي اعتقله؟ ايش قد الحكم؟ يعني اكبر شو وقت الحكم؟ واحد بخوتي 15 سنه، يعني كلهم قاصرين. اخذوا اخوي. و منو اللي اخذه؟ والله قوه مجهوله. اي تعرفوا وين مكانه؟ والله ما عرفنا لحد الان وين مكانه، يعني لا عن يده لا على شيء. وين ما نسال يقول لك ما صع على يده. يا سنة يعني يا سنة اعتقل. يعني بوك صدام هم اعتقاله كان عليه اعدام هم يشوفوه له. نعم يا سنة اعتقلوه. 2017 7/1 2017. ايش قد كان عمره؟ لحد الان ما سمعنا منه لا خبر ولا ما ندري بيه وين. الله يعينكم. فاحنا نطالب رئيس الوزراء ان يسوي لنا العفو العام عن المعتقلين. الله يفرج عن كل بريء. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا حميد من سامراء كان معنا. ام عبد الله من بغداد، تفضلي ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الحمد لله على قناه الشريف والى كل العراق. اهلا وسهلا. استاذ الموضوع اذا مثلتنا شلون؟ الموضوع؟ نعم. احنا تكلمنا بالبداية على انه الاتحاد الاوروبي ادرج العراق ضمن القائمة السوداء في موضوع غسيل اموال وتمويل الارهاب. انا سويت لا يعني ما اعرف والله، هي راح اتكلم انه عن الاستاذ مصطفى الكاظمي. استاذ يعني عندما جاء الى منصب رئاسه الوزراء يعني هو جاء بموافقه الاحزاب، فاتوقع انه ما يستطيع ان يقوم باي تغيير في العراق. ليش؟ لانه انحكت السيطره على كل مفاصل الحياه اللي موجوده في العراق، وهزم من قبل الميليشيات الايرانيه في منطقه الدور ومنطقه الزيونه، وما نعرف انه الجاي شنو، يعني شنو مصير العراقيين، ولو هم الحسد انه ما يعتقدون بمقتل عراقي او 100 او 200 او حتى مليون. استاذ عندما جاء مصطفى الكاظمي العراق كان يعني حتى القنزينه فاضله من كل الارصده، وازمات ماليه وديون كلش هوايه على الحكومه العراقيه. زين هذا شلون راح يحل مشكله هاي المشكله اللي خلفها نور المالكي وعادل عبد المهدي؟ هو جاء لانقاذ هؤلاء، يعني لانه العراق ما يمكن ان يستقر اذا الحشد باقي ماخذ السلاح بيده ويقوم بعملية الاغتيالات والقضاء على كل تظاهر أو على كل منبر وطني بالنسبة للعراق. فلهذا أعتقد أنه ما أعتقد أنه راح تنحل أي مشكلة في العراق. نعم. شكرا أم عبد الله من بغداد كانت معنا. أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا.
قنابل. اهلا وسهلا بك، حياك الله. وجههم على شلال العراق الجواهرين. امين يا رب. وشباب الجرحينهم بس عندي بس كلمتين. هذا الرجل الكاظمي يقدر يعني يطلع على من شاد وقد قتل في العراقيين من اجل الكافر لحد هذا اليوم. حقي كم رجل قتل بالعراق صار بالملايين بالالوف اجل الكافر، يعني عندنا 350 طيار وعندنا اسافده عندنا دكاتره كثير. محمد يعني هذا الرجل الكاظمي يقدر يطلع يعني يحاسب هذول قتلة العراقيين الجواهريين 730 جريح، والنوب هذا الدكتور هاشم الهاشمي، يعني هذا الرجل يقدر يعني عن الشات العراقية بس اريد يجاوبني يقدرهم ولا ما يقدرهم. نعم. أنا أشكرك أبو زكريا من كركوك. لا طبعاً هم ما يقدرون، لأن هم كلهم منظومة واحدة، وإن في بعض الأحيان اختلفوا بالتصريحات، أما بالمحصلة فهم منظومة واحدة، منظومة سياسية واحدة. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على التردد 10727 أفقي وعلى مدار القمر نايلسات. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو يوسف من البصره، تفضل ابو يوسف. مرحبا. اهلا وسهلا بك، يا هلا بك. الله يبارك فيك. طبعا اسال الله العظيم. تفضل اخي ابو يوسف، تسمعني؟ انقطع الاتصال. ام احمد من بغداد، تفضل يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك دكتور أمر وحيي قناة الرافدين الوطنية الأصيلة. يا هلا بيش، الله يسلمك ويخليك. دكتور، اختلفت الآراء حول الكاظمي. نعم. بعض كان يعيده يقولون نترك له من حقه يقدم. وإحنا أيضا انتظرنا ده حتى تثبت لهم الأيام المواقف للكاظمي بعض العراقيين. فموقف اليوم نعم. انه جميل الشمري انطاه هذا المنصب. نعم. يعني اللي ما يعرف حتى هم يعرف، واللي مسوي نفسه ما يعرف هم حتى يعرف، مو صحيح. بعد شو ينتظرون العراقيين؟ وكلامه وحديثه دائما سلطة القانون وهيبة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة، ما هم دا ينفذون القانون، هو ده يصير على هذا، هو قانونهم هو هذا. فالرجل صادق من هذا الجانب، هم قانون أصابتهم الحاكمة وعصاباتهم ميليشياتهم هو هذا، فده يسيرون عليه. نعم. والميليشيات والعصابات المنفلتة ده تقتل بالشعب وده تبيد المحافظات الغربية أبنانه العراقيين الشرفاء، هذا مصيرهم على إيد هاي الميليشيات والعصابات. فهي ده تحكم للدولة، هي دا تخدم الدولة، دا تخدم مخططاتهم. فطبعا السلاح بالتالي يكون محصور بيد الدولة، اللي هم هاي العصابات هي الدولة. فهو صادق بهذا المجال، من يريد يحافظ على القانون وعلى هيبة الدولة والسلاح بيد الدولة. طبعا السلاح بيدهم لأن حكومتهم حكومة عصابات، وهذا قانونهم اللي هم يعرفوه
مو قانون الشرائع وقانون المدنية اللي يحمي الإنسان من أخيه الإنسان ويرجع لكل صاحب حق حقه، لا قانونهم هم اللي يمشون به، فعلا هم محافظين على القانون. وجميل الشمري وبغيره واللي سبقوه واللي راح يأتون بعده، نعم هم يكرموهم ويأذون ويقتلون ويقمعون الشعب العراقي. فيا شعبنا اتحد، وبعد ماكو سكوت، ولا نصبر ولا ننتظر ولا نعطي مجال إله والغيره، ما حد يحررنا غير احنا، ما ننتظر احد ثاني يجي يحررنا مثل ما صار بينا من 2003 لحد الان، والعراق كله دي يدفع الثمن. نعم اباده دي يسوون الابناء بصلاح الدين وبدياله وبالموصل، ما حد يتكلم عنها بالاخبار الثانيه، تطهير من داعش والعصابات، خلصوا شعبنا، الله ينتقم منهم ولا يصح الا الصحيح. وشكرا. انا اشكرك ام احمد من بغداد، معنا اتصال ام احمد من الموصل، تفضل يا ام احمد. ام احمد تسمعيني؟ الو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اي ام احمد من الموصل، اهلا وسهلا بيك، تفضلي. انا ابني معتقل، يعني خذوه منه 2017 بشهر الرابع، ومواليد 2001 هو. ويعني بعد له هذا الشهر يكمل، يعني يكمل افراد شرطي، احنا نطالب بالعفو العام ونريد يعني افراد الشرطي همين اللي هو يعني كل شيء ما عنده بريء، بس من يعني القتل والتعذيب اعترف رايح 4 ايام. نعم. ايش قد الحكم؟ يعني الحكم 5 سنوات. والوباء يعني داخل السجون، بس يقولون كل شيء ماكو، يعني البارحة يعني خبرونا من السجن قالوا الوباء داخل السجونات، بس يقولون كل شيء ماكو. نعم. انقطع الاتصال مع أم أحمد من الموصل. طبعا عائلة الشهيد عبد الكاظم رحيم الجابري وهو أحد ثوار تشرين طالبت بمحاكمة القتلة الذين قتلوا الثوار، وأكدت العائلة بأن على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي محاسبة هؤلاء القتلة الذين تعمدوا قتل المتظاهرين، وأكدوا بأنه لم يقدم شيئا أي الكاظمي تجاه عوائل الشهداء منذ توليه السلطة. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. فلحد الآن رئيس الوزراء أي عمل ما قام لنا، لا مثلا جاب لنا اللي قتلوا أولادنا وذباهم بالسجن، لا مثلا استدعانا وأخذ أقوالنا وقال يابا أنتوا شنو تردونه، أولادكم استشهدوا أنا بمكانهم، أكو أطفال أكو عوائل، ماكو واحد يكد عليهم إلا هذا الشخص اللي هو أبوهم أو أخوهم. مطلبنا الأول والأخير هو القصاص من قتلة المتظاهرين، وخصوصا الناصرة، يعني هسه مثلا جميل الشمري يجي يقتل 45 شاب ويصوب أكثر من 3000 ويروح يكافئونه، يعني هاي وين العدالة بها؟ أين دماء الشهداء؟ وين حقنا؟ هو هذا حق اللي يريد وطن؟ نعم، معنا اتصال أم محمد من كركوك، تفضلي أم محمد. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك. اخباركم؟ والله زين الحمد لله. استاذ بلز احنا اني مشاركه على مود عندنا سجن بالبغداد، ابني سجن اسمه محمد وهو ماسا، يعني هذا مال قتل استاذ، عندنا تنازل ما ادري ليش ما يطلعون. نعم. ايش قد انحكم؟ يعني ابنك محكوم قتل؟ ايه قتل. مو معروف بالقانون اكو سنة. اكو الحق العام واكو الحق الخاص، تنازلوا إيه؟ ذوي المقتول صح؟ ايه إيه بقى الحق. والله عندها تنازل امطينا 11 دفتر دولار، عندها تنازل كتاب تنازل مالها بالسجن، مالها سجن كرخ بالكرخ بالرحمنيه. استاذ الله يخليكم اضعاف العام، خلي ابننا نطلع، والله تلفزيون كله يقول كرخ سجن الكرخ الاحداث، صايره فيروس كورونا، والله هاي 6 شهور أنا ما شايفة ابني. الله يخليكم، سوي لنا فشي، الله يحفظكم.
الله يفرج عن كل بريء، بس خليها ببالك ام محمد اكو شيء اسمه حق خاص وحق عام، يعني حتى نكون بالصوره. انا اشكرك ام محمد من كركوك كانت معنا، يعني حتى وان حصل تنازل هناك حق للقانون اعتباري، لانه قاتل انت مثل ما تقولين وتحاكم على هذا الاساس. ابو محمد من بغداد، تفضل ابو محمد. ابو محمد تسمع؟ السلام عليكم. شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلون صحتك؟ حياك الله يا هلا بك. والله يا استاذ عمر ملينا يعني من السوالف ويا من تحكي ويا حايط. يعني والله ما ادري ويا الحايط نحكي، ملينا من الحكي، ايش نحكي ويا ذولا؟ ناس تقتل ناس ولا يشبعون من الدولارات ولا يشبعون من يعني اللي يحكي الشاي يقتلونه، ما ادري تشلبوا ديرهم يذبحهم ما ادري. نعم. لزقوا لزقه قشره ماكو غير رب العالمين يخلصنا من عندهم. والله ملينا يعني حتى من السوالف ملينا. عراق رجع يعني بالفساد خامس دولة بالعالم من وراء دولة، ويقولون احنا واحنا ويعيبون على صدام حسين. صدام حسين عمي الرجال الطوع خلانا اول دولة بالعالم، هم رجعونا الى خامس دولة بالعالم بالفساد. يعيبون على صدام حسين دولة استاذ عمر. نعم. ايه وارد طبق هاي الجوامع استاذ عمر الله يخليك. شنو؟ الجوامع هاي بيوت الله. شنو؟ يعني سادينا هاي هاي الاسواق مترسه. اي. الشوارع مترسه. نعم. ليش الجوامع فارغه؟ زين احنا هسه من يخلصنا من الوباء؟ غير هو رب العالمين؟ نعم. من يخلصنا؟ غير الله يخلصنا، غير السعيان هذول العمايم هاي كيفوا هو كل واحد قاعد على التبريد يطلعوا اطلعوا عم نحكي بالجوامع. خلي مسافه مسافه، عقمونا تعقيم، خلينا نروح نصلي نذكر الله نبي رب العالمين يفرج علينا. من يفرج علينا؟ بس فهمني، غير الله يفرج علينا؟ ونعم بالله. سادين الجوامع وهاي الاسواق متروسه والشوارع متروسه، يعني كارونا بس بالجوامع بيت الله. هذا تقصير طبعا من قبل عمر. تقصير من قبل الجهات المختصه، اما يكون حظر على الكل مرافق الحياه واما ان يكون هناك حل، بس هاي المشكله احنا اللي بنواجهها. ما يخالف يعني هسه هو ان شاء الله الله يقبل الدعاء ابو محمد. الله يقبل الدعاء من كل مكان، ببيتك بالجامع بالشارع. بس الجوامع نعم ابو استاذ عمر، بيوت الله مسدوده مع الوباء ما يروح، والله ما يخلي ما يضل واحد من عندنا. احنا اذا ما نرجع بهالشده لله ونفتح الجوامع وخلوا كل جامع يصلوا صلاه يوميه العشاء 20 عمي، خلوا 30، خلوا 10، بس خلي الناس تسمع صلاه وخلي تسمع دعاء. ما يصير هيك يعني. هاي مو وضعي، هاي مؤامره. انا اقول على الدين الاسلامي، انا اقول مؤامره ان شاء الله. ان شاء الله رب العزه يكتبك من ضمن الناس اللي قلوبهم معلقه بالمساجد. ايوه بارك الله فيك، لازم تهزونا على الموضوع هذا. بيوت الله حزينه والاسواق متروسه، ما يصير هيك. نسال الله ان يرفع هذا الوباء وهذا البلاء يا رب العالمين. رحم الله والديك ووالديك. انا اشكرك ابو محمد من بغداد كان معنا. علي من النجف، تفضل علي. تفضل. جماعة الشهداء التي سقطت في ساحة التحرير، هذه لكون لا تنسى هذه الجماعة. كل الشباب اللي ضحت وكل الصحفيين والمراسلين اللي ضحت، تكون هذه جماعهم لا تتيه ولا تسير. حتى وصولا لجماعة هشام الهاشمي الذي قتل اقتيل من قبل الميليشيات التابعة إلى إيران، إلى النظام الإيراني. هذه الميليشيات نكون تتحاسب، التي هي الوراء قتلت المتظاهرين والإعلاميين والصحفيين، واليوم هي قتلت هشام الهاشمي. يقول هذه أن يكون القصاص بحد هذه الميليشيات اللي هي اللي قتلت جميع المتظاهرين والاعلاميين والصحفيين، حتى هذا القيادي الذي قتل اليوم بالبارحه. نعم. اي والله. زين هم اللي بالسابق هم دمروا المساجد وهم دمروا الكنائس وهم هجروا الناس. نعم. واعتقلوا ابنائها في مناطق شاسعه العراق. زين
وهذول اذا ما يتم القضاء عليهم على كل هذه الجرائم والله سيقتصون على جميع العراقيين في كل مكان. اي والله. شكرا علي من النجف. خلونا نقرا بعض التغريدات اللي جاءت تحت وسم الشمري قاتل بلا محاكمه. سنيورتا بنت الثوره تقول او تغرد: مجرم قاتل، لماذا لم تحاسبه الدوله المجرمه كما قالت. مصطفى محمد قال: لا فرق بين قاتل واخر الا بعدد الضحايا. مصطفى محمد. ابن الثوره قال: حكومه تكرم مجرميها لا خير فيها. الشمري قاتل بلا محاكمة. دعوات الأمهات والثكالة والأيتام تطاردك حتى في قبرك، وين تروح يا ظالم. دعاء قالت: جميل، الشمري المفروض يحال إلى محكمة عسكرية. دماء شباب الناصرية بعدها ما جفت، ايش راح تقولوا لأهلهم؟ نريد شيء واحد يمشي عدل بهذا البلد. آخر قال: الشمري قتل عمر، الشمري قتل 32 شاب من ولايتي، الشمري قتل البصرة. نعم، خلونا نشوف رسائل الواتساب. نعم، أبو محمد من كركوك، تفضل أبو محمد. نعم من كركوك، تفضل أبو السلام محمد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي. شو أنا شو يا هلا بيك، الله يسلمك ويخليك. حياتي هاي صار 4 سنوات تقريبا، ولد عندي صغير تقريبا عمره 17 سنة. نعم. راح سجن، قتل الواحد مقتول، يعني مو عبدا. نعم. ها استاذي. نعم. صاحب الهب اخذ 11 دفتر من عندنا، هسه قاعد الايجار، يقول ان جاي بايلوت بالسجن، ما بالسجن رحمانيه. نعم. يعني الله يخليك، هذا حكومه وان، يعني لازم تساعد الفقير، يعني انت الله عفو، هذا يقول لي 11 مو مشكله، هاي بالعراقي يقول لي 11 وين؟ كل ما عجز ابن خطيه، يعني لازم انتم الزمون شويه غيره مالتكم ان شاء الله، انتم تحركون على الحكومه، انتم بالحكومه، الله يخليك، الله يستر على جهالك، بس كي انت عفو خاص منين يجيبون؟ يقولون من المحكمه، يقولون روح جيب العفو الخاص، احنا ما نعرف احد غير فقراء احنا. أبو محمد بس حتى أوضح لك. نعم أبو نعم. محمد إحنا مو بالحكومة. نعم عمري. إحنا مو بالحكومة. إي نعم. إحنا وسيلة إعلام. نعم. تنقل معاناة العراقيين، بس حتى أصحح لك. إيه. نعم زين، ابنك إيه قاصر. ابنك انحكم، هو كان إيش قد انحكم؟ كم سنة؟ 15 سنوات. 15، إيش قد كمل منها؟ إيه. والله 4 سنوات صار معصوم. 4، وعدكم تنازل. اي نعم عندنا تنازل. المحامي ايش قال لكم؟ على المركز. ايش قال لكم المحامي؟ محامي اكلها فلوس، والله يقول ابنك جاي من بغداد جاينا 15 سنوات معصوم. نعم. الله يفرج عنا، الله يفرج. الله يفرج عن كل بريء. ابو محمد من كركوك. ابو يوسف من البصرة يعاود الاتصال بنا، تفضل ابو يوسف. بارك الله بك يا اخوان، شكرا جزيلا. طبعا اتمنى من رب العالمين ان يحفظكم، اول شيء ادعيكم دائما على معاناه، تشرحون معاناتنا. الله يخليك. انا اتمنى يشكل جيش من الدول العربيه صراحه، حتى لو يعني هذا مو قبول الكلام، يجوز ما يعني ما اتمنى من الكويت، من السعوديه، من العالم، الدول العربيه كلها يكنسون دول كنس يكنسون هاي الحكومه، لان هاي ما تفيد العراق. هاي الحكومة ما تفيد نهاية العراق، لا ماديا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا. نعم. ولا زراعيا ولا ثقافة، كل شيء ما يفيدونه، والله ما يفيدونه نهائيا. أنا متفهم الوجع اللي عندك، بس يعني إن شاء الله العراقيين هم اللي قادرين على إزالة هذا. أيوة النظام. أيوة، وأتمنى من الله سبحانه يقوينا ويعين على ان نطردهم دول كنس مو كانوا نخلي بس الصدق قلبه على العراق ومحترق على العراق. وشكرا جزيلا. أنا أشكرك ابو يوسف من البصره كان معنا. رساله من زينه من الموصل تقول: السلام عليكم، مطالب من المسؤولين الكشف عن مصير المساجين لدى داعش الاجرامي الذين حررتهم القوات الامنيه اثناء تحرير الموصل. نعم. السلام عليكم استاذ، انا ام محمد من الانبار، انا ابني والله مظلوم، وين مصطفى الكاظمي يخلي يفرج عن المعتقلين والسجناء الابرياء؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
رسالة من أبو يوسف من الدنمارك يقول تعال شوف بالدنمارك فلوس العراق هنا يتم تشغيلها بمحلات التصريف ومحلات الذهب وحتى تجارة البضائع كلها أصحابها لاجئين إجوا للدنمارك كما يقول بالشحاطات وهسه من السرقة صاروا لوردات. نعم. حيدر كريم من الناصرية يقول تحية للرافدين الغالية ولحضرتك أستاذ عمر منور الشاشة ربي يحفظك. أنا أشكرك أخي حيدر. معكم أشراق من صلاح الدين أو أشواق. والله يا أخي دمرونا وجوعونا وهجرونا مع الأسف على هيك شكول جاية حكمة العراق العظيم الله ينتقم منهم إن شاء الله وبوركة قناتكم صوت الشعب العراقي الحر. نعم أنا أعتذر عن قراءة الرسالة الطويلة سطر سطرين حتى نقدر نقراها. السلام عليكم أخي أنا من البصرة رحت تبرعت بالدم عندي دم زايد يقول لي ما عندنا كياسة تعال بعد 15 يوم هاي في مستشفى الجمهوري في البصرة بربك شايف هيك حكومة؟ لا والله ما شايفين بس بالعراق ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون على هذه المصيبة. خلونا يعني بعد عندنا دقيقتين اليوم السفير الإيراني في العراق إرج مسجدي قال إنه من الصعب إبعاد طهران عن المشهد العراقي في ظل وجود قوات الحشد ووصف إرج مسجدي ميليشيات الحشد بأنها قوة كبيرة يبلغ قوامها 120 ألف عنصر وعلى أساسها يتابع القائد العام للقوات المسلحة أنت شلك علاقة بها ولذلك لا يمكن إخراج إيران من العراق في ظل وجودها كما لا يمكن إخراج الولايات المتحدة أيضا كما قال لكنه قد يتم تفكيك القواعد الأمريكية في العراق. خلونا في الختام نتعرف على حصيلة اليوم. طبعا اليوم وزارة الصحة في العراق أعلنت عن تسجيل 94 وفاة و 2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بالفيروس إلى نحو 68 ألف إصابة في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض 2779 وفاة الله يرحمهم وأشارت إلى تماثل نحو 38 ألف مصاب بالفيروس للشفاء. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.